هيحلف بيمين. ما اقدرش اتخلى عن زملائي وعن وطني. انت عايز تموت؟ عايز تموت؟ انا مش افضل من اللي ماتوا يا بابا. انا مش افضل من الشهداء اللي راحوا. حضرتك شفت جنازات الشهداء وهي ماشيه وكل الناس بتهتف وراها يحيى مصر. حتى اهالي الشهداء نفسهم بيهتفوا برضه ورا الجنازه يحيى مصر. انت نفسك هتفت ورا الجنازه مره يحيى مصر. انا واثق في وطنيتك يا بابا. انا واثق في حبك لوطنك. فهمي مات يا أمينة. قتلوه للجليل. أمينة! والنبي يا ست انا كنت نادره قلت يوم ما ينجح في كمال في ال في ال هي اسمها ايه الشهاده اللي خدها في كمال يا ستي؟ اسمها البكالوريا. البكابوريا. يوم ما ياخد البكابوريا نعمل فن نذبح خروف ونفرق لحمته على الفقراء ان شاء الله. والله زمان يا ستي. النهارده يومك. عايزين ندوق من ايديك الحاجات الحلوه الشنارق والمنارق. ربنا يكتر من ايام الفرح. كان ضروري يعني نعمل عزومه وقصه. يوه يا ستي، هو في حد غريب؟ بناتنا وجوازهم وولادهم. فرصه يا ستي نتجمع بالحبايب. بقالنا 5 سنين ما ضحكناش. وفاء خلاص اتنسى، درعي التراب. فين فاء؟ فين يوم ما دخل عليا فرحان وخدني في حضنه وقال لي باركي لي يا نينا؟ انا خدت اللي صار. فرحه ما تعبت، درعي التراب وراح. 5 سنين يا حبيبي، يا حسرة قلبي عليك وعلى شبابك يا ضنايا.
كان لسه بدري عليك يا بني. ستي بدري شر عليك يا ستي. ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي ستي كمان ستي كمان ستي كمان ستي كمان. ايه ايه تعبانة هنا مالك يا نينا؟ ايه ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله قلقتك يا حبيبي. انا كنت هصحى لوحدي اصلي الفجر. سيبت ركب يا ستي. انت السبب. لازم اقعدت لها كان وكان ويا عيني. لو النبي ما فتحت بقي بست المرحوم. هي اللي مش عايزه تبطل سنته ابدا. بعدين يا نينا احنا مش اتفقنا وسلمنا امرنا لله؟ فين الصبر والايمان؟ فين سجادة الصلاة؟ اعذرني يا حبيبي مش قادرة انساه. وهو يتنسي؟ فهمي ما يتنسيش ابدا ابدا. ده ما كانش اخويا، ده حبيبي وصاحبي الكبير واستاذي. كأنه ما كان. الله يرحمه. ادعي لي يا نينا عشان ربنا يوفقني واقدر اعوضك كل اللي كنت بتتمنيه لفهمي. قلبي من جوه داعي. طب اضحكي بقى عشان خاطري. اضحكي امال. الحق اعملي لنا لقمه القاضي عشان خديجه وعيشه هيفطروا معانا. وعلى فكره ما دام بقيت راجل معايا بكالوريا يبقى لازم كل يوم افطر لقمه القاضي واتعشى لحمه. يا سلام يا امينه هانم، طبيخ حضرتك عظيم، كنت هاكل صوابعي. يعني انا اللي كنت كوخه يا سي خليل؟ العفو يا عيشات، ست الستات والله. ويا اختي المحنه ده. يا سلام امينه هانم، ايدين حضرتك تنبس. طواجن 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 امينه هانم معجزات، خصوصا تسبيك. طواجن نينا لا يعلى عليها، انما طواجن مراتك ده يتحلف بحياتها. انت بتنسى يا ابراهيم؟ طواجن خديجه هانم قدرها على عيلة شوكت كتير. يكسبك يا جوز اختي. جوز اختي بالتركي يعني انشتا. يكسبك يا انشتا بالتركية. اكلي انا طبيخي انا تسبيكي انا. اعاني بقى يا خديجه وتعيد لي في كلامك، عيب ده انت كبرتي. قال يا داخل بين البصله وقشرين. الله يا ولادي قالوا يننا هي مالها ومال كل احد في حاله. ده احنا حتى قسمنا المطبخ نصين، مطبخي الواحد ومطبخها الواحد. مطبخي في الضني والبيتلو يا حبيبتي. اديكي بخلتي وهتبقي ان شاء الله زي عبور الزلط. مش احسن ما بعمله زي عسويه الفندي. اختشي يا بنت انت وهي يا ابراهيم. خديجه هانم. ابراهيم صص. حاضر يا سي خليل. ما سكتهم يا اخويا. عيشه هانم سيبني عليها يا خليل. يا طحينه انا تخينه. انا هوريك انت عصايه رفيعه. انا يا ابره صديق. التخني يا اختي خلاص ما بقاش موضه. ده أسرة دنيا الدرعادي فلفل. طب وحياة دين النبي والحسين لكن قايلة لنا على كل حاجة. هتقولي لها على ايه يا اختي؟ هقول لها يا اختي عيشة بتشتري صندوق سجاير ملكونيان وبتشرب سجاير وبترقص البت بنتها عند الجيران كمان. وانا كمان هقول لبابا على طولة لسانك مع حماد. وانا هقول لبابا على السحر والشبشبة اللي بتعمليهم لجوزك. كدابة. ناس شافوكي عند العطار وانت بتشتري فك وفكوك وشابة وفسوخة وفارة وفرفارة وقلبة وجنزارة وحبة عرق وسير غرباء. جودي بيحبني برضو حو. وحياة النبي اوعى اديني بوز. اختي حبيبتي لازم لكش حاجة يا سي السيد. الاولاد مبسوطين؟ حسك للدنيا. البنت دي لسانها مش هيقصر ابدا؟ لا يا سي السيد. دي خديجة دلوقتي عقلت وبقت ست الستات. ايوه يا اختي حمل دلعك ده هو اللي مبوظهم. في حاجة تانية؟ بس يعني كنت يعني كنت عايزة أقول لك على حاجة كده شغلان. خديجة طبعا. أبدا. كمال. ماله الزفت ده؟ النبي حرصه وصاينه دلوقتي بقى شاب والشباب بقى يلزم. وأنا عايش عنه حاجة؟ ربنا ما يحرموش منك. ده آخر العنقود يا سي السيد. بس انا كنت عايزه اقول
يعني تزود المصروف حبتين عشان يقدر يجاري اصحابه. هو ليه اصحاب غير فؤاد الحمزاوي؟ لا يا سي السيد، النبي حارسه مصاحب ولاد ناس اكابر. شفتيهم؟ انا كمان يا زفت. قول يا سيدي، ناوي تدخل مدرسة ايه ان شاء الله؟ ناويت يا بابا باذن الله، وبعد موافقة حضرتك طبعا ادخل مدرسة المعلمين العليا. المعلمين العليا؟ مدرسة المكاني مش كده؟ يمكن، بس انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده. بس لازم تعرف ان المدرسة دي من النادر انك تلاقي فيها اولاد ناس طيبين، ثم ان مهنة المعلم مهنة تعيسة وغير محترمة. هات لي عيلة محترمة تقدر تجوز بنتها لواحد معلم. يا بابا انا بقى فؤاد ابن جميل الحمزاوي اللي بتديله بدلك القديمة يدخل مدرسة الحقوق، وانت عايز تطلع لي خوجة؟ ايه العلم فوق المال والجاه يا بابا؟ كلام فارغ. مش قادر افهم ايه اللي مش عاجبك في الحقوق؟ مش بتخرج الكبرى والوزراء؟ انا ما بحبش القانون يا بابا. ايه اللي دخل الحب في العلم والمدارس؟ قول لي يا اخوي، بتحب ايه في مدرسة المعلمين؟ عايز اعرف ايه امارات الحسن اللي فتنتك بيها؟ ولا انت من اللي بيحبوا الرمامه؟ اتكلم. مدرسه المعلمين بتدرس علوم جليله زي تاريخ الانسان الحافل بالعظات، وكمان بتدرس لغه انجليزيه. العلم بذاته لا شيء، العبره بالنتيجه. القانون هيوصلك لوظيفه محترمه، لكن التاريخ والمواعظ اخرتها حته مدرس بان. في الواقع يا بابا العلوم ليها تقدير كبير في الامم الراقيه، النوابغ في اوروبا بيعملوا لهم تماثيل. اللهم طولك يا روح، من نحن ومال اوروبا؟ في بلدنا تمثال اتعمل لمدرس؟ انت عايز وظيفه ولا عايز تمثال؟ انا ما عنديش رغبه خاصه اني اكون معلم، لكن مدرسه المعلمين الطريق الوحيد لثقافه الفكر. كلمه الفكر دي جت في غنوه العبد الحمولي. الفكر تاه اسعفيني يا دموع العين. وايه بقى ثقافه الفكر دي يا سيد امك؟ البحث عن اصل الحياه ومقالها. اصل الحياه روح امك ادم ومصيرها الجنه او النار، في حاجه تانية؟ انا عاوز اواصل دراستي الادبيه للتاريخ واللغات والاخلاق والشعر وفن الحوى والاراجوز وفتح المندل ونبين زين. غور من قدامي. هاتيلي سجاده الصلاه على ما اتوضى يا مينا. حاضر. جاتك البلد. كلام ابوها يا لينا، لازم اطلع معلم. معلم؟ ايوه. معلم قهوه يعني؟ لا يا نينا، شوقي بيقول كاد المعلم ان يكون رسولا عليه الصلاه والسلام. يا رب سترك وعفوك ورضاك يا رب لاجل النبي حبيبك يا رب. اللهم استرها معاكم يا ولادي، اللهم نجح مقاصدهم اجمعين. يا رب يا غفور يا رحيم يا رب نبي تسترها معانا يا رب لاجل النبي حبيبك يا رب العالمين. طلعت يا ما احلى نور شمس الشموسه، يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسه. رضوان يا حبيبي. طلعت يا واد. يا قمر يا حبيبي، قمر والنبي قمر. ما طلعلك يا عمتي. يا واد انت يا رمد يا اللي طالع لعمتك. انا مش عارفه ليه مش طالع لعمتك عيشه. تعالى يا حبيبي تعالى. قمر والنبي يا اخويا، قمر قمر يا رضوان. ما كانتش راضيه تديهولي. في دخلت ابوه، قلت له والنبي يسعفك، قال لي من غير رجاء ده ابن ياسين ولازم ابوه يشوف. طبعا كتر الف خيره، سي محمد عفت ونعم الناس. ابنك حلو يا ياسين، الله يخليك. يا رب تكبر وتاخد الابتدائيه زي عمك ابراهيم. اوه ابتدائي يا سمان، خلوش عن ايه شهادة. امينة بابا بابا يا امينة. قول لي يا سيدي، مين اصحابك الاكابر دول؟ ها؟
حسن عبد الحميد شداد. العباسية؟ ايوه. ابن عبد الحميد بيه شداد؟ ايوه. اللي كان في المنفى بسبب علاقته بالخديوي عباس؟ ايوه يا بابا. العصايا يا مينا. من شر حاسد اذا حسد، من شر النفاثات في العقد. من شر حاسد اذا حسد، من شر النفاثات في العقد. هزود مصروف كمان مرتين. ربنا ما يحرمناش منك. مع الف سلامة، مع الف سلامة. تروح وترجع بالسلامة يا سي السيد. من شر حاسد اذا حسد، من شر النفاثات في العقد. ولا كلمة ولا جملة ولا نظرة. ده احنا جيران ومعرفة قديم. ومش عيب على الجار يتجسس على جاره؟ المضطر يركب الصحن. على ايه ده كله؟ على الجمال الرباني. انت عاوز تفضحني؟ معاش اللي ماسك بكلمة. افرض مرات ابوك طلعت علينا. مرات ابويا ما تطلعش بالنهار. السطوح محرم على الجميع الا. ليه؟ على راسك ريشة. انت الريشة. فين ايام زمان؟ الجيران كشفين. ما تخافيش، انا مراقب الاسطح كلها. انت عايز مني ايه؟ عايزك كلام كتير عايز اقولهولك. بالحق، ازاي ابنك لسه برضه قاعد عند جده؟ ايوه. وامه؟ هتتجوز. يا خساره، ما تردها عشان خاطر ابنك رضوان. ان كان ده يرضيك. يا بخت من وفق راسين في الحلال. يا مريم. حاضر يا نينا. تاني مرة ما تبقاش تتجسس على جيرانك. أحبك يا أبيض. ياسين، ياسين. حضرتك بتتجسس؟ أنت آسف، ما كنتش أتصور أبدا إنك تعمل كده. وأنا عملت إيه؟ يا سلام، قد كده هانت عليك ذكرى أخوك فهمي. وإيه علاقة فهمي بالمسائل دي؟ فهمي كان بيحبها يا ياسين، وانت عارف. اللي اعرفه انه كان عايز يتجوزها وابوك ما وافقش. اخويا مات وهو بيحبها. اخوك نسيها بعد حادثه العسكري الانجليزي. لكن انت عارف ايه اللي حصل بينا. مريم اصبحت محرمه علينا يا ياسين. انا مش عيل، انا راجل وعارف ايه اللي بعمله. وامي ملهاش خطر عندك؟ انت بتتحداها؟ عاوز تقتلها؟ ما تعقدهاش قوي كده يا اخي. طب اقول للبابا. انا في عرضك. وديني النبي اللي اقول للبابا. اعمل معروف. اهلا يا عفة. اهلا يا ابو حميد. والله يا عفة اخويا الواحد ما بقاله نفس الحاجه ابدا. وايش اخرتها؟ هتفضل كده على طول اضراب عن كله؟ والله انا خايف عليك تستشيخ وتمسك سبحه وتبقى من مجازيب الحسين. كل ما جات حك افتكره قلبي يوجعني. اتخطف بدري قوي يا عفة. الله بقى، ما كلنا هنتخطف. مفيش داعي نقدر اليومين اللي هنعيشهم دول في حزن ونكد. فكها بقى يا شيخ، كفايه 5 سنين حارب نفسك وحاربنا معاك. انا حرمتكم من حاجه؟ من غيرك مزاج مفيش. ما احنا بنشرب سوا كل ليله. شرب حاف من غير فرفاش. سيبك بقى من الفرفاشه دي. ليه؟ عجزت؟ فشر يا واد. البركه في مربه البازيجال الهند. دي معتبره قوي يا عفه. بس بصراحه قلبي مش جايبني. جنب قلبك وتعال عوامة. ما بلاش العوامة دي. ما تبقاش حنبالي امال. اهي كملت يا عم. وادي علي عبد الرحيم وصل. السلام عليكم. اهلا اهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. كل مرة بتصغر وتحلو. ايه حكايتك؟ مش هقول لك على السر، خليك مغفل. انا مغفل يا كروديا؟ ده انا اصبى منك. وادي ابراهيم الفار. اهو شرف النهارده في المصياطة. صباح السعادة.
يا صباح القشطه. يا صباح الفل. هما فين يا عم؟ برضه مزاجي. اقول له يا احمد العود احمد فرفش يا راجل خليك طوع. ايوه يا اخي ونخليها حته ليله. وبنسبه رجوع السيد احمد عبد الجواد للسهر والصرماحه وتعرف نسميها ايه؟ ليله رجوع الشيخ. مين البنت الحلوة دي يا سبيل؟
يعني عينك هتزوق يا راجل؟ هو السؤال حر. مش عارفة دي زوبة صبيتي ما شاء الله. من 5 سنين كانت قد كده. انت وقعت ولا الهوا رماني؟ رماني الهوا فوقعت. نخبل هدية بعد الضلال. بصحة الحبايب. بصحة الحبايب يا سيد الحبايب اللي فرق الحزن بيني وبينه. بصحتك يا جميل. افتح الشباك اللي جنبك يا شطرة عشان الهوا يمر. الناس تشوفنا يا سي السيد، واذا بوليتو فاستهتروا كده يا زنوبة. واذا استطرتم فابتل. كده سلطان الحرس والطرف. يا أم الفرفشة يا أم النعنشة. عينك يا جبينك يا سيد. بابا جاي ورايا، اوعى اوعى اتكلم بابا جاي ورايا، ياخد باله مني يزعل ويايا، فاهم؟ اوعى اتكلم بابا جاي ورايا. بردني يا عزيزي بابا راجل قاسي، بردني يا عزيزي بابا راجل قاسي، على ابسط حاجة اه يجرح احساسي، على ابسط حاجة اه يجرح احساسي. يا سلام لو شافني وياه وعرفني كان يعمل اتكلم بابا جاي ورايا، اوعى اتكلم بابا جاي ورايا، ياخي اوعى اتكلم بابا جاي ورايا، ياخد باله مني يزعل ويايا، فاهم؟ اوعى اتكلم بابا جاي ورايا. بتضرب عود؟ علمين. كيف يا عليك الرق؟
ده انت قصه بريمو على الواحده. عجبك؟ تعليل يا بطل. تعالي يا بطل. واديني جاي اهو. احلويتي قوي يا زنوبه. ليه كده؟ خايفة مني؟ عمري ما خفت من راجل. حلو حلو. جميل جميل. يا بت يا بت يا معنين نايمة. نشرب كاس. في صحة الحلوين الطعمين. الله. ما شربتيش ليه؟ لما يجيني كيفي كيفي اشربها لك. وامتى هيشرف كيفك؟ لما يجيني كيفي كيفي ارقصها لك. هي الفزورة؟ لا دي طقطوقة. يعني اشرب لوحدي؟ اشرب. ولما اسكر؟ اسكر. ما تتعدل معايا يا بيت. يوه هو انا معوجه؟ ما انا معدوله اهو. احبك يا معدوله. ليه كده؟ هو بالقوه؟ لا ابدا يا غزال، بالذوق والانسجام واللطافه والحب. لما يبقى في حب. وامتى هيجي الحب؟ لما يجيني كيفي كيفي. احمد عبد الجواد ما يتقلوش كده. انت فاهمه نفسك مين يا بيت؟ ها؟ حتة صبية عالمة لا هنا ولا هناك. اللي استعنيتك حتة علمة. ده العادي يا كمال، انت بتقرا كتير قوي يا حبيبي، ناس انك في اجازه، ريح نفسك، انت بتتعب نفسك اكتر من لازم. ابدا يا نينا، اليوم طويل ورايه ساعتين ما تتعبش. انا خايفه تكون القرايه دي هي اللي مخليك دايما ساكت. القرايه مفيش ضرر منها. قول لي يا كمال، مالك يا حبيبي؟ في حاجة يا ضنايا؟ أبوك متغير ودايما سرحان، وأنت متغير ودايما سرحان. عين وصابة البيت. أنا أمك يا حبيبي، ما تخبيش عليا، والنبي دعت لك في الحسين أنت وإخواتك، خصوصا خديجة أم لسان طويل. تعرف يا كمال قالت ايه لحماتها؟ بس اوعى تجيب سيره لابوك. قالت لها الظاهر انك خرفتي. يو يا كمال يا اخويا بطل قرايه. القرايه زي القهوه مفيش ضرر منها. قهوه؟ يا ندمتي؟ ده انا نسيت اعمل القهوه لابوك. اما قوم يا اخويا. اوه يعني بلاش انا مناسي كمال؟ انا شايف يعني اليومين دول امك مدلوقه عليك قوي. اوعى تكون بتكتب الجوابات دي منين؟ هي دي بقى مقرونه الحاجبين هيفاء القدر. ياسين
انت بتتريق علينا؟ اهو يا عم عشان خاطرها وعشان خاطرك بطلت اطلع سطور. قلت البلد فيها 600 مريم وقدرت هموت يا كمال. البنت مريم دي مجنناني وديني النبي انا خايف اخس وابقى زيك من كتر الحب. بحب مريم يا كمال. يا خبر ابيض عليها جوز ضفاير ولا شرطة العين؟ رباني رباني وشرفك رباني. يعني اتربيت؟ لا يا حمار رباني يعني من عند ربنا. اهلا بدور. بونجور. نهارك سعيد. مبروك البكالوريا. متشكر. نتيجة مدهشة. اخويا وانت واسماعيل حتى حسن كمان هيتنقل سنة رابعة حقوق. الحمد لله. عقبال السنة الجاية ان شاء الله. دي سان بدور. حسين بيه منتظرك في الكشك يا فندم. شكرا. الو كمال. هاي. الو. هاي. مبروك يا حسين. اهلا كمال. ازيك يا حسن؟ اهلا. مبروك يا اسماعيل. والله العظيم يا شيخ انا فرحت لك. مبروك يا حسن. وعرفت منين؟ انا لسه عايزك في الشباك وانا داخل. ما جبتلناش شويه بخور معاك من حسين؟ تعال حسين واحنا نبخرك. اللي حقه يتبخر بجد اسماعيل. دي اول سنه ينجح فيها من اول دور. شوف الحق. تعرف بابا قال عليا ايه لما شاف نمرتي مع الناجحين؟ ايه؟ يا ترى يا ابني يا اسماعيل ربنا هيديني طول العمر واشوف نمرتك تاني مع الناجحين. لكن هو كان بيكح ليه؟ كان عنده برد. وانت ناوي تدخل ايه؟ طب وهندسه ممنوع لقله المجموع. الى التجاره. بم 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 بم. وانت يا حسين؟ والله انا سالتهم في البيت قالوا هو في غير الحقوق حقوق حقوق. اما انا بقى المعلمين العليا مدرس يا بئس الوظيفه. الوظيفه شيء ثانوي بالنسبه للناس اللي لهم اهداف بعيده. وما تنسوش ان مدرسه المعلمين خرجت اساتذه كبار. تعرفوا كمان اختاروا معلمين ليه؟ 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 علشان يطلع معلم ويعلم الاولاد علم الهتافات. تعيش سعد باشا. سعد باشا؟ سعد باشا خلاص سيفينيه. خد بالك كمال وفد كبير. تسمح تقول لي يعني ايه سعد باشا خلاص سيفينيه؟ يعني ما بقاش تهريج ويدخل عقول الناس. سعد باشا مهرج؟ واكبر مهرج. الوطنيه عند سعد ايه؟ نوع من البلاغه بيعجب العامه. لقد دعونا هنا لكي ننتحر ولكننا رفضنا الانتحار. يعجبني الصدق في الكون والاخلاص في العمل. كلام في كلام. البلد فيها ناس ما بتتكلمش لكن بتعمل. بتعمل في اخلاص وصمت. يحيى الاحرار الدستوريين. انت بتقلل من شأن الكلام كأنه لا شيء مع ان اخطر الاعمال واعظم الامور كان كلام. الكلمة العظيمة فيها الامل والقوة والحقيقة. نحن نسير في الحياة على ضوء كلمات. على ان سعد ليس صانع كلمات فحسب. ان سجله حافل بالاعمال والمواقف. بونجور. بونجور يا عايدة. اهلا. اوبا. اتفضل. ميرسي. مين ميرسي؟ اتفضل. اختار لك انا؟ الشوكولا دي ممتازة. متشكر. اتفضل. والله الواحد محتار يختار ايه ولا ايه بعد اذن خمس دقايق. مش تقومي تسلمي على اصحابك يا بدور؟ طبعا القلب وما يريد. بدور بدور. اه
اهلا كمال. اهلا فؤاد. اتاخرت ليه؟ لا اتاخرت ولا حاجه. هنسهر فين الليله؟ هنا في القهوه. انا افتكرت هنروح السينما. الخميس الجاي يا فؤاد هنسهر في الكلوب المصري نتفرج على فيلم الشل شبلن. الليله بقى هنلعب 10 دومنا. هضيعك. وعندك شيشه حلو يصلحه. اتنين شاي اخضر ودومنا. حاضر. فاكر لما اخوك ياسين ظبطنا واحنا قاعدين القعده دي؟ ياسين اخويا ده راجل طيب ومتسامح. عمره ما خلاني اشعر ان اخويا الكبير. انا اترجيت وقلتهاني ما يقولش لنينا انه شافني قاعد على القهوه. تعرفها يا فؤاد وعارف اللي بتقوله على اللي بيقعدوا في القهاوي. دي فاكرهم حشاشين وسمعتهم سيئه. وهي ما تعرفش ان ياسين من زمان القهاوي. لو قلت لها كده تقول لي مفيش خوف على ياسين ده اخوك الكبير انما انت صغير. الظاهر ان هفضل عيل في نظرها لحد ما اشيب. اهلا. الليله هغلبك يا حلو. لما نشوف. اسمع كمان. ايه؟ انا قابلت ناس سالوني عليك. مين؟ قمر ونرجس ولاد ابو سريع صاحب المقلب. قابلتهم فين؟ في زحمه منذ الحسين. مشيت جنبهم من غير تردد ولا ارتباك. يا واد يا جريء. اتفقنا مبدئيا اديك خبر نتقابل كلنا. لا يا عم. يا خبر ابيض. يا ابني دي قمر بنت مستويه ولا نرجس؟ يا دين النبي كانت لابسه الملايه من غير بيشه. لا يعني لا. ليه؟ ما بقتش اطيق القذاره. ما اقدرش اقابل ربنا وانا ملوث. تطهر قبل الصلاه. الميه ما تطهرش الدنس. انا من رايي ان الشهوه غريزه حقيره. انا اكره فكره الاستسلام ليها. دي ما اتخلقتش فينا الا عشان تلهمنا الشعور بالمقاومه والتسامي. عشان نعلو بجداره لمرتبه الانسانيه الحقه. اما اني اكون انسان واما اني اكون حيوان. ما افتكرش انها شر. دي الدافع للزواج والذريه. الذين يحبون حقا لا يتزوجون. بتقول ايه؟ الذين يحبون ما فوق الحياة لا يتزوجون. قصدي كده. يا خوفي لحد يشوفني. ما تخافيش مفيش حد شايفنا. اديني جيت حسب طلبك يا لحوح. عاوز ايه؟ عايز اقول كلام. طب ما تقول. في الشارع ما ينفعش. انا ليا بيت في قصر الشوك بيت المرحوم. اهلا يا بيت امك. قاعده بريئه ورحمه امي. انت فاكره ايه؟ في المشمش يا روح امك اشوف وشك بخير. اسمع ما اقولك. لا تقولي ولا اقولك. اذا كنت بتحبني انا تحت امرك. البيوت من ابوابها يا ده العادي. قابل امي وبعدين قابلني عن قلبي. احبك يا ابيض. جميل مش هنا.
يا أما. لا يا شيخ اتخطيتي؟ روحي تاخد اخت عليك يا سقاح، مش تقول انك هنا. وايه اللي جابك هنا؟ زبون. عمرك ما دخلتي محل. جاي اشتري. صحيح جاي تشتري؟ ما انت بعتي قبل كده. اخت عليك يا سقاح، جاي اشتري. وهتشتري ايه؟ انت اللي هتبيع لي يا تكسوف. وبتعرفي تتكسفي؟ وانا قد المقام لما تأحمد كله يقف ويباع لي. وما كنتيش قد المقام لما سبتيه يخرج زعلان؟ انا ان شاء الله ناوعه. انت هتعمليهم عليا يا بنت. وانت صحيح خرجت زعلان؟ انت عبيطة ولا بتستعبطي؟ عبيطة. هو انا لو ما كنتش عبيطة كنت سبتك تخرج زعلان؟ اخص عليا يقطعني. سامحني والنبي يا سي احمد. السلام عليكم. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا عفة؟ ازيك يا زنوبة؟ ما زيكش حد يا سي عفة. طب يا سي احمد اعد انا مرة تانية يكون سي جميل جه. انت عايز ايه يا بيت؟ ما تقولش بيت. امال اقول ايه يا سيد؟ زنوبة. اسمي زنوبة. عايزة ايه يا زنوبة؟ كنت عاوزة مربة خرز البقر عشان اسمك ورابرب وابقى زي البطة. يوه ما انا بطة مكسورة الجناح. فتك بعافية يا سقاح. تعافيك يا زنوبة. فتك بعافية. عرفت انا عايز منك خدمة بس تبقى سر بينا. خير؟ عايزك تعزم زبيدة في العوامة. خدي عايزة خدمة دي حاجة في ايدين. تعالوا ميجوا روحهم يروحوا. بس انت بقى عليك بمربة البازي جال. افهمني عايزك تعزم زبيدة لوحدها. اه يا راجل يا اناني يا ابو عين جعانة. عايز تفرفش لوحدك واحنا عجن عليك يا رب. افهمني انا مش حاجي. الله ما لازمها لمين؟ افهمني امال. افهمني امال. افهمني امال. انت بتقول فزورة؟ لما تكون زبيدة في العوامة تبقى زنوبة في البيت. زنوبة يا ابن ام احمد. وعلى ايه الدوخة دي كلها؟ والجم وايه التكتيك ده كله؟ هي زنوبة بعيدة عليك دي اشارة واحدة من صباعك تكفي. فهمني. سلام. فاهمك. سلام عليكم. سلام. أنا متأسف يا بابا، لولا الضرورة ما كنتش اتجرأت، لكن أنا ما أقدرش أخطو خطوة من غير مقدمات. عايز إيه؟ بعد موافقتك ورضاك، أنا عايز أكمل نص دين. وماله؟ أنا موافق. حاطط عينك على حد؟ أيوة بابا. من عيلة مين؟ المرحوم السيد أحمد رضوان. مريم لا. نسيت أخوك فهمي يا ياسين. أبدا يا بابا. لو كنت اعرف ان اخويا مات وهو بيحبها ما كنتش اتجرأت ابدا. لكن انا عارف كل حاجه. المرحوم قال لي على اللي في قلبه. قال لك ايه؟ ما تخبيش عليا. بعد الكلام اللي حصل قال لي انا اقتنعت بان مريم مش البنت اللي كنت متخيلها. قال لك كده صحيح؟ واكد لي. يعني مش انا اللي وقفت في طريقه وحرمته من نعيم الدنيا؟ حضرتك بعيد عن الموضوع خالص. الحمد لله ريحت قلبي. ربنا يريح قلوب الجميع. يعني هي الدنيا دقتك لما تتجوز من واحدة متطلقة؟ اسمه ونصيب. نصيب مين يا ابني؟ وحياة الحسين ما تزعل مني. انا على استعداد اجوزك من بنت عيلة. كتر خيرك. انا مش عايز اتعبك. كل اللي انا عايزه موافقتك ورضاك. وحياة الحسين ما تحرمني. سيبني اجرب حظي مرة تانية وادعي. ربنا يوفقك. ربنا ما يحرمنا منك. يا خبر اسود. تناسب الناس اللي شمتوا في موت اخوه؟ انت اتجنن تتجوز مريم يا ياسين؟ وهم يا نينا. والله العظيم وهم. اخص عليك يا ابو قلب حاجة. إن كنت نسيت عمايلة ما تنساش أخوك اللي مات بحضرتها.
اخويا مات ومفيش في قلبه اي اثر من ناحيتها. مش دي مريم اللي ذبحت قلب اخوك يا حصله لما عرف حكايتها مع الانجليزي؟ والله يا نينا لو عرفت الحقيقه هتغيري رايي. لما تحلفلي على الميه تجمد والنار تهمد، قلبي عمره ما هيصفلهم ابدا. لا يستحيل تتجوزها، يستحيل. يا حصله قلبي عليك يا فهد. ايه؟ في ايه يا نينا؟ اسال اخوك جاي يفرحني، عاوز يتجوز مريم. ارجوك يا نينا. ما تقولش يا نينا، انا كنت لك ام لكن انت ما كنت ليش ابن ولا كنت اكل اللي راح. اخرج من بيتي، مش عايزه اشوف وشك، مش عايزه اشوفك. منك لله يا ياسين، منك لله. حذرتك. خلاص يا كمال، انا ما بقاليش وعد في البيت ده. اعذرها، انا مقدر موقفها لكن مقتنع اني ما اسأتش لذكرى فهم. انا هتجوز مريم وضميري مرتاح، وكان يسعدني اني اعيش معاكم، لكن ده امر اصبح محال. انا هعيش في قصر الشوق. طب مش تستنى ما يجي بابا؟ بابا مشغوله كمان. يو عطية ما تستنى. الله يا الله. ايه؟ بعبع. العفو يا سيدي الماء، خطوه عزيزه. يا السلطانه لسه نايمه. حضرتك عيتها في حاجه ولا في محتاجه؟ روحي صحيح. السلطانه مش هنا. راحت فين؟ علم علمك. ليه؟ يا مش بتقولك على خط سيرها؟ انت اولى بالقول. ليه بقى؟ مش انت صاحبها القديم؟ انا صاحبك انت يا جميل. تبنى الى الله. يا حسرة عليا، ايش جاب لي جاب يا صحن كباب؟ ايش جاب حتة الزنوبة للسلطانة؟ انت السلطان. والنبي يا سي احمد ما تخلينيش اخد قلم في نفسي. خدي ولا يهمك. تعالي اقعدي جنبي. مش خايفه السلطانه تظبطنا؟ ما تخافيش، البيضه مش هتيجي. وش عرفك؟ هي قالت لك؟ قصدي ما دام اتاخرت لدلوقتي تبعت باب بره. ان كنت عايز تقول لها حاجه قول لي وانا ابقى اقول لها. قولي لها اني جعان. انت صحيح جعان يا سي احمد؟ ميت يا روح ذنوبه. ده احنا عندنا ملوخيه بالارانب، انما تستاهل بقك. ملوخيه، ارانب، ويسكي، شرب، رقص، ضحك للصبح للصبح. ذنوبه. حالك يا ستي يا وش يا وش، اجيب لك ملوخيه وبعدين معاك يا بنت. يوه وانا عملت حاجه؟ كل ده وما عملتيش؟ انا عايز افهم بتصديني ليه؟ كل ولا تقل ولا بغداد؟ لا كور ولا بغداد، خايفه منك يا سي احمد. انا؟ انت مالكش امان. انت حسن الختام. اخسى عليك ما تخلينيش اشعلق بيك وبعدين توقعك. معاش اللي يوقعك، انت هنا وهتفضلي هنا على طول. وازاي ده بس حيكون وانا صبية عالمة؟ انا هخليكي ستهم، شقة وفرش ولبس وقبها. قلت ايه يا جميل؟ طب ليه ما تاخدلكش عوامة تسهر فيها وتتبسط وتقابل فيها اصحابك؟ انا بقول ناخد شقة. عوامة ولا انا يعني مش وش عواويل؟
هو انت اقل من محمد عفت؟ ولا انا يعني مش وش عواوي؟ حاضر هاخد لك عوام. ما تحرمش منك. لا يا احمد مش في البيت اللي بشتغل فيه. امال فين؟ لما نكون لوحدنا في عشنا اكون لك وتكون غير كده. بأخير في سلامة. هو سلامة في خير واللي أوله شر. آخره نور. خدمتك يا سي السيد. خروج من غير إذن مفيش. دخول غريب من غير إذني مفيش. شلة لامة سهرات سكر عربدة فيش. لا مفيش يا حلو. انا وانت وبس. وانا ليا شرط خدام. الملاية اللف ما بقتش توافقني. اقلعيها. عاوزك تلبسني على فرانك. البسك فساتين من عند بلدي والجزم من اكبر كونتركية في البلد. سي احمد عيني اكتب لي العوامة باسمي. باسم كله باسم. كل باسم احمد وما ملكت يداه تحت رجليه. ايه ده يا بدور؟ هو كل ما يجي هنا تضايقيه بالشكل ده؟ بدور تضايقني؟ أنا خايف لا تضايق مني.
وعلى العموم لو كنت بتسميها مضايقة فدي أحب مضايقة لنفسي. اتفضلي. ميرسي. عاوز تقول حاجة؟ ما قريتيش في عينيا أي حاجة. قريت. مكتوب إيه؟ أهو ده اللي أنا عايزة أعرفه. أنا مستغربة. ليه بدور بتحبك الحب ده كله؟ لأني بحبها أكتر. المثل بيقول من القلب للقلب رسول. طب افرض إن في بنت حلوة حبوها شبان كتير. تحبهم كلهم؟ تحب أصدقائهم في حبها. طب افرض انهم 10 هتعرفوا ازاي؟ ها؟ هتعرفوا. انت ما بتربيش شعرك؟ وربيه ليه؟ مش يكون اجمل؟ هو لازم الراجل يكون جميل؟ طبعا الجمال محبوب في الرجاله وفي الستات. انا مش من رايك. تضحك على ايه؟ افتكرت مواقف مثيره من مسرحية سيرانو دي برجراك. من غير مقدمات أنا عارف إني مناخيري أكبر من راسي. حتى وأنا صغير كانوا مسميني أبو راسين. حتى أنت كمان يا بدور مش عاجباكي مناخيري. ألو عايزة. أوعى تكون زعلت مني. أنا كنت بهزر معاك. تسمحولي؟ اتفضلي. حسين فين؟ الو حسن زمانه جاي دلوقتي. هو خرج يوصل بابا بالعربيه لغايه الكلاب. تقدروا تتسلموا مع بعض على ما يرجع. هو قال انه راجع. يلا يا بدور. انا ماشي بقى. السلام عليكم. كمال استنى انا عايزك. انا شفتكم وانا داخل كنتوا قاعدين كده مندمجين في الحديث. ما حبيتش اتطفل عليكم سبتكم ومشيت. اسمح لي غلطك. لو كنت شفتك كنت ناديتك. كنت بتقولوا ايه؟ سؤالي ما فيهوش تطفل او تدخل. من حقك انك ترفض. لكن باعتبارنا اصدقاء احب الفت نظرك ان كتير قوي انخدعوا بكلام عايدة وفسروه حسب هواهم وعاشوا في احلام وعذاب. انا مش فاهم ولا حرف. بعضهم بيسيء فهم اختلاطها باصدقاء اخوها. انا شخصيا اربع بعيدة من كل شك. تصرفاتها وكلامها حتى هزارها معانا كله براءة. أنا معاك. معاك إن عايدة بريئة وممتازة. ما فيهاش أي عيب. بس عندها خصلة أحب ألفت نظرك ليها. عايدة تحب تكون فتاة أحلام كل شاب. تحب حب الشخص بيها. مش الحب نفسه. غير بريئة. لكن أؤكد لك إنها ما حبتش ولا واحد من اللي بيتوهموا إنها بتحبه. بس ما تقدرش تأكد إنها ما بتحبش. بتحب الشخص نفسه ولا حب الشخص ليها؟ الشخص نفسه. أهنيك يا حسن. أنت جدير بعايدة وعايدة جديرة بيك. متشكرة كمال. إنما إيه الداعي تختارني أنا بالذات عشان تبوح لي بسر زي ده؟ لأني خفت عليك. انت بالذات بتخدع بكلامها. في امكاني امنعها من الاختلاط برغم تربيتها الاوروبيه ومشيها حسب ارادتي. بس مش عايزه ترميني بالخير. اتمنى لك السعاده. ميرسي يا كمال. السلام عليكم. ميرسي يا كمال. أنا الذي خفقات قلبه تئن لشكاتها الجدران فأتلظى في سعير الانتظار. أنت مخلوق بديع غريب استوى فوق الحياة ليطالعنا من عل بعينين هائمتين في ملكوت لا ندري. أنت شعلة من سعادة نادرة وأنا رماد من وجوم وكآب. أخالني حينا مختنقا وحينا
سجينا وحينا مفقودا ضالا غير مفتقد. بدور ابيك كمان، انت كنت فين؟ بقالك كتير ما بتجيش. وحشتيني قوي يا حبيبتي. من فضلك ما تدوسهاش، مش كويس علشان الصحه. لكن دي مش اول مره بدور. سر في تغيرك المفاجئ. انا بقالي اسبوع اسال نفسي ايه اللي انا عملته؟ ما صدرش مني اي خطا يخليك تغضبي مني او تعامليني بالقسوه دي. مش من العدل عقاب انسان بريء ما ارتكبش اي ذنب. اذا كنت فاكر ان اللي عملته من ذنب فيبقى حضرتك. انا عملت ايه؟ اسال نفسك، شوف انت قلت ايه عليا. انا عمري ما قلت عني كلمه سوء. حضرتك تعرف عني اني فتاه احلام كل شاب، واني بضحك عليهم بكلامي وبخدعهم. انا اقسم لك ما يهمنيش حلفانك اللي يجيب سيره الناس. الواحد مش لازم يكلمه. انت بتطعنيني بكرامتي. انا عمري ما اغتبت انسان. اللي بلغك كده هو اللي اغتابك. حسن سليم مش كذاب. كذاب ووضيع ومنافق. هو اللي قال الكلام ده كله، وقال قال انك بتحبيه، وان بامكانه انه يمنعك من الاختلاط، وانه يمشيكي حسب ارادته. ما يهمنيش. أنا آسف على حسن ظني بإنسان بالأخير. أرجوك، حسن سليم عند حسن ظننا كلنا. وبعدين معاك ما كنتش اتصور ابدا ان في اخلاق وضيعه بالشكل ده. والمصيبه اني هدافع عنه. حسن سليم ما يكذبش، حسن سليم عند حسن ظننا كلنا. وانا اروح ضحيه مؤامره دنيئه؟ وايه اللي خلى صاحبك يوقع بين عايده وبينك انت بالذات؟ مش عارف. هو بيحبها؟ قال لي انها بتحبه، لكن ده كذاب. طب وانت؟ انت بتحبها كمان؟ اعترف، مفيش داعي تخبي. انا شايفك من يوم ما اختلطت بشركة العباسية كل حاجة فيك اتغيرت، حتى لعبة الضمنة نفتها. قولي فتحتها بحبك؟ ما اقدرش. ليه؟ خايف ولا مكسوف؟ انا مش بحبها لغاية او هدف. انا حبي ليها حب عبادة. ربنا فوق وعايدة تحت. وهي بتحبك؟ كفاية اني بحبها. كلمة حب مرتبطة بكلمة زواج. زواج؟ انا احلامي فوق مرتقى الزواج. الذين يحبون لا يتزوجون. الذين يحبون ما فوق الحياة لا يتزوجون.
من فضلك ابعد عني وسيبني امشي في حالي. هتمشي بحالك بس بعد ما تصفي الحساب. انا معرفش حاجه عن الحساب ده ومش عايز اعرف. من فضلك خليك جنتلمان. اوعدك ان اكون انسان مثالي، ما اقدرش اكون غير كده لاني بستمد سلوكي منك. طيب تسمح تسيبني وتمشي؟ ما اقدرش امشي قبل ما تعلني براءتي من التهم الظلمه اللي عاقبتيني عليها من غير ما تسمعي دفاعي. انا عاقبتك؟ اشد العقاب. اختفيت عني مده طويله قوي. احسن ما نتكلمش في الحكايه دي. لا لازم نتكلم، انا مبقاش عندي قوه اتحمل عذاب اكتر من كده. طب انا ذنبي ايه؟ انا عايز اعرف، انت لسه فاهمه اني غلطت في حقك؟ الامر المؤكد اني لا يمكن اسيرك باي حال من الاحوال. خليني اشرح لك الموضوع بكل صراحه. انا مش عايز اسمع حاجه، ده ماضي وانتهى. انتهى؟ عارف كنت بطمع في حسن الختام. كل اللي ارجوه انك ما تسيئش الظن بانسان بيحمل لك في قلبه كل اعزاز واحترام. الظاهر انه حصل سوء تفاهم غير مقصود، اللي فات فات. متهيألي ان لسه في نفسك شيء من الشك. نو انا منكرش اني اسأت الظن، انما عرفت الحقيقه بعد كده. امتى؟ مده بسيطه. وعرفت اني بريء؟ ايوه. وازاي عرفت الحقيقه؟ عرفتها وده المهم. ورغم كده بعدت عني وما كلفتش نفسك اعلان العفو ولو بكلمه او اشاره، مع انك تفننت في اعلان الغضب. لكن عذرك واضح مقبول. عذر ايه؟ انك ما تعرفيش الالم. انا بدعي ربنا انك ما تعرفيهوش ابدا. طب وعشان ايه تتالم وتتعذب؟ ماليش حيله في نفسي، اتحكم عليا من زمان اني احبك، احبك بكل قوه في نفسي. اعذريني في دنيا الحب. انا فخور بيه ولو كرهتيه. طب وايه اللي ورا الحب؟ هو ورا الحب حاجة. طبعا الاعتراف بداية مش نهاية. انا عايز اعرف انت عايز ايه؟ عاوز تسمحيلي اني احبك. افرض ما سمحت لك هتعمل ايه؟ برضو احبك. على العموم انا مقدره عواطفك الرقيقه المهذبه. انت انسان نبيل جمال، ممكن نفترق دلوقتي؟ لا، اما اعرف منك ايه ورا الحب. قول انت وراه اننا ما نفترقش ابدا. بس لازم نفترق دلوقتي. اشوفك في الكشك تاني لما تسمح الظروف. خير يا حمزاوي؟ ما بقاش فيها خير يا سعف. السيد احمد مش داري بنفسه، عمال يبعتر في فلوسه يمين وشمال، والحاله بقت في النازل. اتفضل. اول مره من 30 سنه يتعمل علينا بروتيستو. وبكام؟ ب 100 جنيه. السيد احمد عبد الجواد مش قادر يدفع 100 جنيه. تصدق كفايه. مفيش لزوم للكلام. المهم ننقذ الموقف من غير ازعاج. ادفعهم حالا من غير ما اجيب له سيره. كملهم دسته في وش العادي. عندي اسوره تعبان بفص برلنت انما فرجها لي. حاضر. على الصعيد يا خواجه يعقوب. اهلا وسهلا بالست السلطانه. يما اتخضيتي يا صغيره؟ دستور يا سيادي. اتلبستي يا نونو؟
ما تلبس يا يعقوب. عياني. هل من امتى طلعت العصر يا يعقوب؟ من امبارح العصر يا خواجه. الله يرحم ايام زمان يا يعقوب. ايام زمان ده كان يا مكان يا خواجه. فين يا راجل التعبان؟ وشوف حسابك كام. مش لايقه عليك الرسم يا يعقوب. ما راحت عليك يا خواجه، قدمت وبقت خرده. انا اللي خرده يا بنت حنيفه ام خلد؟ على وشك يبان يا بنت سيده العنشه. ان ما كنت اخليه يرميكي ويرجع لعشه. بشر ده بعيد عن شنبك. خد حسابك يا يعقوب. كده مظبوط. ان ما كنت ارجعك حافيه زي ما كنت. لما تتحافي على ضوافرك يعقوب. شوف لي حد يجيب لي حنطور. السكه مقفوله علشان المجاري. انا وراك يا بنت ام خلد. وانا ما عبرش يا بنت العامشه. اي خدمه يا سلطانه؟ خد يا اخويا ارهن لي دي على 10 جنيه. ما ترجع يا فندي. الله، مين؟ زنوبه؟ انا في حلم ولا في علم؟ ياسين ازيك يا واد؟ احبك يا ابيض. ما اتغيرتش ياسين. بس حلويه. اتني فينك يا واد؟ فينك انت يا بيه؟ زي ما انت شايف انا شايف خواجه اوروبيه. وحشتني ضحكتك يا مضروب. قال اتجوزت يا النيل. مين قالك؟ ما اسرارنا كلها عند السلطانه، من حق ازايها وازاي الله. وانا مش عرفني، انا واحدة متجوزة. انا الاخر بقول الامانة دي منين؟ ومين ابن ال اوعى تشتم، ده راجل وقيمة. لو شنب يقف عليهم الصقر. احبك يا ابيض. اسمعي، ما تيجي نشوف لنا حتة ونشرب كثير. يا راجل اعقل، ده انت متجوز. ولا يهمك الله. ايه رايك في بار التوبابيان؟ توبابيان. توبابيان. احبك يا ابيض. على توبابيان. الست فين؟ خرجت يا سي. خرجت امتى؟ بعد الظهر يا سي. تعال انا عايزك. ما قالتش رايحه فين؟ ما قالتش يا سي. يا واد انت. نعم. بتذكرني عشان اصدقك. طب انا لو قلتلك اني بحبك تصدقيني؟ بص في عينيا، بص في عينيا، شوفي جسي نبضي. يا ابني انت بتقول الكلام ده لكل حرمة صدفك، لكن الراجل بيحب بصحيح يتجوز. غلطانة ورحمة امي غلطانة. انا عايز اقف وازعق واقول اللي يحب فيكم مرة ما يتجوزهاش ابدا. ايوه ما يتجوزهاش. مفيش حاجة بتقتل الحب غير الجواز. صدقيني أنا مجرب. اتجوزت مرة واتنين وأعرف كويس أوي إيه اللي بقوله. يا عينك. يا سيدي. مش يمكن ما لقيتش المرة اللي تناسبك؟ تناسبني؟ وهتبقى صفاتها إيه الست دي؟ وهلاقيها فين الست اللي مش ممكن الراجل يتضايق منها ويقول كفاية؟ زوجة؟ يعني ملل. ملل ملل ملل. ملل كذا. يا عيني يا عيني. عليا النعمة انت طول. هاي دي كلمة ابويا. وابوك ده عنده كم سنة؟ 55 سنة. انما ايه شباب، قوليلي اخبار سبيدة ايه؟ انا سبت البيت ده من زمان، دلوقتي انا ليا بيت وانا الست. اه لو الراجل يعرف اني بخون كان ضربك بفردة شنب. الخمرة مجنونة. دمك اللي مجنونة. احبك يا ابيض. قومي بينا على فين؟
دي مسألة الرجلينة موتوريكل يا عيال. ولا كلمة وين مالي مس التمال مس التجلي انا تحت الامر انا ما سالتكش برضو تحت الامر طب نروح فين يا زنوبه اسال نفسك ما فكرتش ليها قبل ما تسال النيل احسن مكان فوت على شط النيل انت عرباجي ولا مراكبي احبك يا ابيض شكرا يا اخي هنعمل ايه عند النيل والدنيا ليل ما هو كل لبيب بالإشارة يفهمه الجو خالي وعلى قد الليل ما يطول يا عم السكة مقطوعة ومليانة قطع يا خبر اسود وداني ودراعاتي مليانين ذهب تغطي اخاف عليها الدنيا بخير يا سنيورة ما انا كل ليلة بوصي الناس طيبين زيكم وحود من هنا وتعالى عندي فين عني يا راجل ما تجيبش سيرة النيل جدتي متلبشة بعد الشر على جدتك انت مالك ومال جدة الست كلمني انا يا بيه انا خدامك الليلة كل شيء متعقد ربنا يحل عسيرها ما هو كنتوا عايزين اكانتا نروح اكانتا اتخلقنا في ثلاث اكانتات نروح على شط النيل والذهب يا عمر يبقى ما فيش نصيب اقعدوا بالعافية الله يعوضك يا هنا وتعالى علينا اسمع يا اسطى يا اسطى اسطى يا نعم استنى 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 على قصر الشوق ورجعت زنوبة يا راجل انت اتجننت زنوبة يا رفاعمة ومراتك يا منال ولا يهمي هو هروح فين اخر الليل اوصلك ما تقدرش توصل الشاية الشاية ما اقدرش لكن زنوبة اقدر لو ما كنتش بس بخاف منه هو مين مش فاكرة نسيت سوء يا اسطى على فين على قصر الشوق عيني في حضار على قصر الشوق على مالك تعال مالك متصمرة كده رايك ماله تعال تعال شيليني شيليني تعال واحدة واحدة عشان الجيران تسمعنا يا مخي رجلي صوتك اقلع الجزمة اقلع يعني اللي بحبه ده دلعه يجنن يضرب بيانو كمان ويدندن غنى الزنوبة زنو غني غنى الزنوبة غنى حبيبتي غني من نادي الرأس لك انا هفتح الباب امسكي المفتاح فين المفتاح اطلع يا مفتاح المفتاح كان في جيبي المفتاح المفتاح افتح السمسم هتفضحنا لاخر بيت تعالي نايمة يا لهوي عالضلمة مال بخاف منها متلبشة الوقت تتعودي عليها خشي
خشي. يا رب اشتر. ولا يا سيدي. يا نعم. البحر. Как дарба. كمل شرب ولا يهمك، انا حر في بيتي. خربت بيتي، الله يخرب بيتك. ما تخرب خلاص. حوليه دلوقتي للراجل. سيبك من. ولما يسيب بيتي مفتوح لك. كنا هنتجوز. هو بيشتغل ايه؟ تاجر من القلعه. واسمه ايه بتاع القلعة؟ محمد القلالي. قلالي؟ مدد يا قناوي مدد؟ هيجوزني في الحلال. مرحبا يا سي حلال. انا مش بهزر يا سي. اللي زيي لو لقت راجل يسوقها تعيش تحت رايته خدامه لتراب رجليه. انت هتوعظي؟ سيبك بلا جواز بلا نيله، بل تحيا الحريه، تعيش مصر حره مستقله. انا كرهت الحرام. الله، ما كنا كويسين وعال. الله، انا فقت خلاص. النهارده سيبنا ننزل. ايه تنزلي فين؟ زمان الشارع اتملى ناس وهتبقى فضيحة بجلاجل. والعمل؟ العمل ده احنا قاعدين لحد ما يجي الليل ويحلها ربنا. يا علي معايا. Thank you.
فين امبارح؟ ما كنتش. كنت فين؟ خرجت استوق، قابلتني البت انوسه، عزمتني عندها وغصبت عليا بيت. بقى كده. ورجعت امتى؟ الصبح. كدابه، انا جيت هنا ثلاث مرات. انت هتلعبي بديلك يا بت؟ فشل. طب انا هروح حالا لانوس واسالها. اسمع ما اقولك، انا استحملتك وقبلت بشروطك، لكن كل شيء يقوله حد. فتح عينك وصلي على ابو فاطمه. بقى كده. انا استاهل، انا اللي خلقت منك ست. ربنا خلقني ست قبل انت ما تتولد. هو انت هتشتريني بفلوسك؟ اذا كان مش عاجبك حالي كل واحد يروح لحاله. ما تطرديني يا بنت. هعمل لك ايه اكتر من كده؟ هجرت ناسي وعديت اهلي وردت بسجنك. هو انا حجر؟ انا بني ادم محنودة. بس 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 مش من حقي اعرف بتروحي فين. هروح فين يا حسرة؟ هو انا لو ما كنتش رايداك مش كنت رديت باللي بيجري ورايا وعاوزني؟ مين ده بقى يا روح امك؟ راجل محترم عرفني وانا صبية زبيدة وعاوز يتجوز. ملعون ابوه. بتشتمه ليه؟ عشان عايز يتجوزني؟ هو انت تكره الحلال؟ حلال ايه يا اخوي؟ انت مسطولة يا بت. ان كنت رايدني اتجوزني، وان كان جوازي يعرك مع السلامة. وانا اقدر اسيبك؟ ده انت روحي. لا يا سي احمد، اجلها بالحلال احلى. فكر وانا خدمتك كده. وانت تكره. أقولك إن جرامتي ما تسمحليش إن أتجوز واحدة زيك. مفيش داعي للإهانة. أنا قلت لك على اللي بتمناه وأنت حر. أنا ما غصبتكش. أنت اللي جريت وحفيت وبوست تراب رجلي. اخلصي! نزل إيدك! بتشخطي فيا؟ لم هدومك وخرجي بره حالا! قلبك أبيض! ما كنتيش هتخرجي هرميكي في البحر! وعليه البحر، انت اللي تخرج، اتفضل من غير ما تروح. يا عوام. اصحى يا احمد، دي عوامت انا، وكل شيء هنا مكتوب اسمي. ان كنت ناسي افكرك، ده انا ذنوبه والاجر على الله. اخرج من غير ما تروح قبل ما الم عليك الناس يودوك الكراكون بزفه. العوامت قال. نتيجة نجاح 100%. حسن سليم أخذ اللسانس، كمال عبد الجواد مان أول، حسين شداد مان أول، إسماعيل لطيف اللي هو أنا مان أول. أنت مش مرة قلت لي في أحاديثك التافهة إن برنارد شو كان أخير تلميذ في عصره؟ دلوقتي قابلت إن عندنا واحد زي برنارد شو. على الأقل في خبته. اسمعوا بقى.
مهم جدا لازم اذيعه قبل ما يسرقنا الوقت. دعوني ازف اليكم خبرا طريفا، مش كده برضو؟ صح. تمت امس خطبة الاستاذ حسن سليم على اختي عينة. عاشق الولهان والصب تفضحه العيون. ما تزعلش يا كمال، دي دعابة بريئة، كلهم بيحبوك وبيحترموك حتى عينة. وحسن قال عليا ايه؟ حسن بيحبك وبيحترمك يا كمال. وعايدة ليه عملت كده؟
مني؟ لا 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 لا، دي مش سخرية، دي غية مزاج. الكلمة اللي قالها حسن سليم في محلها، عايدة تحب أن تكون فتاة أحلام كل شاب. تروح ولا تحب نتمشى سوا؟ اتجوز من شهر وزياده. ياسين؟ مين قال لك؟ وانا جاي ونيم كنفاني قابلني وقال لي. لكن ازاي يخبي عليا؟ ما قدرش يواجهك. ليه؟ هو ناسب مين؟ اسمع يا احمد، انا هقول لك الحقيقه اللي محدش هيقدر يقولها لك. قول. بس عايزك تكون احمد عبد الجواد اللي احنا عرفناه. ياسين، ياسين اتجوز زنيه. زنوبة، لكن هي عرفت انه ابني. ايوه، بس ما اظنش قالت له على العلاقة اللي بينكم وبين بعض. دي اخر تربيتي. اسمع يا احمد، انا اشوف انك تكلمه ويطلقها. ياسين طفل بين ايديك. Thank you.
عشان اقدر اقول لك دي طريقة الجبان اللي بيتسطر على ذنب او فضيحة. ده صحيح. اذا كان حقيقي ده رأيك ليه عملت كده؟ فضيحة اقتضيتها علشان نتعذب احنا كلنا. اعوذ بالله. ما تتصنعش الجهل وتدعي البراءة. انت عارف كويس انك في سبيل شهواتك ما يهمكش سمعة ابوك ولا اخواتك. دخلت في العيلة عوادة علشان يكون لك منها ذرية. طلعها طلعها قبل ما تبقى امه بتفضحك. حرام عليك اطلقها من غير ذنب. يا ابن الكلب تحفتني بنكتة حلوة. ما تطلقها ان اكلا او عاكلا. بس بعد ما تخلف منها عيل يكون مشكلتك ومشكلتنا. ذنوبة حامل. ايه مالك؟ هينقلوني الصعيد. طب ومالو يا حبيبي؟ السعيد بحري توكر. انا خدامتك معاك لاخر الدنيا. مستحيل. انا ما اقدرش اعيش في الصعيد ده. انا اموت. انا هروح لابويا اشوف لي واسطه. انت عملت حاجه؟ اشاعات يا ستي. ناس سفله بيقولوا ان انا متجوز علمه. اسمي كمان. تشرفنا يا سي كمان. ارجوكي بلاش يا سي كمان. ناديني. اناديك. قوليلي كمان. ناديني يما ناديني يما ناديني في الوعيد. بيضة يا ألف نهار سلطاني. الليلة تنكتب 30 أكتوبر سنة 1926. اتكشفنا احنا الاثنين البكري وآخر العنكوت. اتفضل اتفضل. ابن أبويا لا ابن أبويا بس. اتفضل اتفضل اتفضل. ده احنا ولاد على المصف. اتفضل. لا خدي ارتاح يا الشهام. حنا شربت كتير كاسين زمان مفعولهم طار. انا مش شربتش كتير. سبعة تمانية يا خبر. ما تعملش نفسك عبيط. ده انت بقيت فتك. من شهرين ما كنتش اعرف طعمها. وعرفت طعم هنا امتى؟ هي الويسكي في ليله واحده. كان متهيألي انك هتطلع زي امك طيب وابن حلال. لكن احنا الاتنين طالعين لابونا. ابونا جدي 100%. انا كنت بقول كده زيك. لكن اتضح ان بابا ده قطب اللطافة والايافة والمزمزة. ما تستغربش ما تفتكرش ان انا سكران. ابوك عمدة الفكاهة والفسق والطاعة. بابا. ايوه بابا. اول ما عرفته على حقيقته في بيت زبيدة العلمة البحر بيضحك ليه؟ زبيدة
بابا. بابا عقوبة جسمه معجزة، روحه معجزة، كل شيء فيه معجزة، حتى طولة لسانه معجزة. لكن ايه اللي جابك هنا مع انك متجوز لتالت مرة؟ اللي جابني؟ اه علشان كده، علشان كده، علشان كده. وزنوبة؟ مالها زنوبة؟ ست بيت محترمة، دي مصممة يا ابني تفضل معايا لحد ما اموت. طب مراتك دي مات؟ مش ست زي كل الستات؟ هاي انا عايز اعرف بقى ايه الفرق بين ست وست؟ الست الست ها؟ مفيش فرق، كلهم زي بعض. عاشر الملكة بالقيس هتلاقيها في الاخر منظر معاد ونغمة مكررة. انت ما حبيتش ابدا؟ ما تصدقش اللي بيتقال عن الحب في الروايات، الحب عاطفة ايام واسابيع مع حسن الظن. لكن الحب الحقيقي موجود. هاتلي واحد، واحد بس بيحب مراته. انسان مخلوق قذر، ما كانش من الممكن انه يتخلق احسن او انضف من كده. ازاي جوزك يا عيشة؟ تعبان قوي يا بابا. والولدين حالهم ما يصرش، ده حتى الصحة بخرت البيت. معلوم، عشان تيفود. سيبي نعيمة هنا وبعتي ولادك يا خديجة. حاضر يا بابا. ياسين ياسين تعالى يا ياسين. ازيك يا نينا؟ ازيكم كلكم؟ اهلا يا ياسين. اهلا. سلامتك يا بابا، انا ما عرفتش الا دلوقتي. بابا مراتي تحت وعايزه تشوفك. وماله يا باشا؟ هي مش مرات ابننا؟ هي فين؟ في الحوش. حوش؟ يا دي الكسوف، انا هقوم اجيبها. اللي تقوم تجيبها؟ شوفي نينا بتقول ايه؟ ما ناقصش كمان غير الرقاصه اللي عندك دي. كل خساره الكسوف. كل بلاش. ايه الخيبه الكبيره دي؟ كمان على اخر الزمن تخش هنا رقاصه بلاش فضايح. نينا. اهلا وسهلا، اهلا بمرات ابني. كمال اخويا. عيشة اختي. خديجة أختي. يا حبيبتي يا مرات أخويا، أهلا يا أختي. أهلا بمرات أخويا، اتفضلي يا أختي بنتك ومطرحك، اتفضلي. إلهي تتوقف يا شيختي. والنبي البيت نور. أهلا أهلا.
قاعد لوحدك ليه؟ هي الساعة كام؟ 11. رحت السكرية؟ أنا النهاردة عامل زي المكوك من السكرية لقصر الشوق. في حاجة في قصر الشوق؟ زنوبة بتولد. مبروك. وليه سبتها؟ جيت أريح أعصابي، أروح السكرية الحالة تغم، أرجع قصر الشوق الولادة متعسرة. أنا قلقان، كلنا في قلق، يمكن ربنا يخيب الظنون. الولدين والراجل عليه العوض. ايه اللي عملته عيشة عشان تستاهل ده كله؟ دنيا لازم تعرفها على حقيقتها. انا مش جايني قلب اقعد، حفوت على قصر الشوق اطمن وبعدين اروح السكرية. الليلة باين عليها طويلة قوي. خدني معاك. لا خليك انت هنا عشان الاولاد وعشان تنام وتستريح. نام يا كمال واستريح، انت هتضيع نفسك. روح الموظف، روح الموظف، روح الموظف. نسيت اقول لك، سعد باشا مات. هو يعني كان احسن من اللي راح؟ خلينا في همنا. Thank you.